تسلم سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رسالة الدعوة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخرى موجهة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمشاركة مملكة البحرين في منتدى حوار الأديان التابع لمؤتمر مجموعة العشرين والمزمع عقده خلال الفترة من 12 إلى 14 من سبتمبر 2021 على مستوى رؤساء الدول والحكومات في بولونيا بجمهورية إيطاليا. جرى ذلك خلال استقبال سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة بمكتبه بقصر القضيبية سعادة الدكتور ألبرتو ميلوني مدير مؤسسة جون 23 للدراسات الدينية مسؤول كرسي اليونسكو للتعددية الدينية والسلام، مرحبا بزيارة سعادته والوفد المرافق لمملكة البحرين ومشيدا بالعلاقات الودية القائمة بينها وجمهورية إيطاليا، ومؤكدا سموه إيمان مملكة البحرين بمبادئ تعزيز الحريات الدينية وقيم التسامح والاحترام المتبادل بين المجتمعات والتعايش فيما بينها في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. من جانبه أعرب سعادة الدكتور ألبرتو ميلوني عن سعادته بزيارة مملكة البحرين ومشيدا بمواقفها المؤيدة الداعمة لمبادئ التسامح والتعددية الدينية وإشاعة السلام بين الدول والشعوب، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار والنماء في ظل قيادتها الحكيمة. حضر اللقاء سعادة السفيرة باولا أمادي سفيرة جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين.